مين يقول الراجل اللي كان بين الحياة والموت يصحى ويفوق يحب ويتجوز ضمان يخلف واد كله بفضل ربنا اللي رزقني بيك يا نادرة وانت نادرة ده قدر ربنا يا حبيبي أنا ما عملتش حاجة أنا كنت في شغلي وفي حالي بس يعمل ايه القلب في اللي قسم الباري خدي بالك منه ولاحظي كل حاجة حالته خطر غالبا مش هكمل 48 ساعة انت دخلت قلبي من غير ما تتكلم كنت في دنيا غير الدنيا بس الحلو اللي جواك كان باين على وشك اقول ايه بعد كلامك الحلو ده ما نقولش حاجة عارفة انا لو مكان الناس اللي برا دول والله اللي عامل لك تمثال من ده سالي انا ما عايزاش من الدنيا غيرك انت وولدي بس يا خوفي يا بلال يا خوفي انت ما عرفش لا ما عرفش مالك انا هدر خايفه ليه ومنين من العقارب اللي حوالينا سميره واسراء وحتى اخواتك علاء ومسعود طب وانس دكتوره انس طيبه واصل كريم ان امك لو طلت تقتلني هتعملها لا اله الا الله محمد رسول الله حرام عليك يا شيخه ده امي بعد الوقت هتبقى عندها بالدنيا كلها ما تكدبش على روحك يا بلال امك بتكرهني انا الغريبه اللي خدت ولدها ما تقوليش كده يا نادر انت عارف واني عارف ان كنت خايف على روحي جراد دلوقتي خايف على روحي وعلى ولدي 24 ليه وانا رحت فين عاد انت مش زيهم انت طيب ملاك وسط عالم ما عندهاش قلب الحب عندهم ضعف وقلة قيمة مين؟ افتح يا بلال حاضر يا بوي خطو عزيز اتفضل يا بوي ألف مبروك يا ولدي الله يبارك فيك يا بوي اتفضل الحمد لله على السلامة يا أم يوسف الله يسلمك من يوسف حفيدي بسم الله بسم الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أنا سميته يوسف خلاص روح لأبوك يا بلال وقول له ما عايزينش الأرض دي جنتي في عقلك ولا انا الارض ولا حياه ولدك ربيت عقل الحريم وانتوا بتعرفوش تفرحوا اهلا وسهلا بنعرف بس احنا كمان عندنا حاجه مش عندكم زي ايه يا ام يوسف احساس الخطر قبل ما يجي لا اله الا الله محمد رسول الله اسمع كلام بلها الأرض اجمد يا واد مالك قلبك خفيف كده لو مش هتعرف تحمي ولدك وأرضه أنا أحميه ربنا يخليك لينا يا أبوي بس أنت عارف الأرض دي بالنسبة لهم إيه خلي الدنيا بيني وبين إخواتي صافية الأرض أرضي والطين طيني وكل حاجة هنا بتاعتي أتصرف فيها كيف ما أنا عاوز أدي مين وما أديش مين أنا حر وبعدين أخوك الكبير موافق يا أبوي إحنا صح أخوات وبحبهم وبيحبوني بس الغيرة والحقد مالهمش كبير مالكهم الشيطان وأنا دلوقتي في رقبة نادرة ويوسف نادرة بس ميتة يتوب علينا ربنا من شر السلاح دي إحنا ربنا كرمنا آخر كرم مش محتاجين لها حاجة أول أهم سلاح مش حرام فأنا عامل بيوسف الموضوع مش فلوس سلاح قوة وهيبة شراب فإحنا ما نعرفوش نعرف مدير سلاح يا ولد أبوه
ايه ده؟ عملتها بنت الفرطوس. انزل نشوفه في ايه. بص على الريداتير لحد ما اجيب ميه من الشنطه. تمام. اسمع يا عواد، شوف الاولاد فين وحسابنا بعدين. الحقيقة يا عمي الأرض مش باسم بلال، المرحوم كتبها باسمي قبل ما يموت وأنا مش هتنازل عنها. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ كدابة في أصل وشك، ولدي ما يعملش كده. أنا بقول الحقيقة. بس إحنا لسه جايلين، إنه ما عندناش حريم تونس. دي أرض ولدي وهي في أمانتي لحد ما يكبر. هتكوني أمينة عليه أكتر مني؟ العفو كبير، بس دي وصية المرحوم. لو أنت بتحبني عشان خاطر بلال، الباقيين بيكرهوني. أنت واعية اللي بتقوليه دي؟ عمري ما كنت واعية زي دلوق. اللي بتقوليه ده هي نادرة يطير فيها رقاب. ما كفاية يا علاء. أنا ساكتة. رد أنت يا كبير، رد. أم يوسف تعبانة بعد كل اللي حصل، هسيبها دلوقتي ترتاح وبعدين هنتكلم. نتكلموا في إيه يا عبد الجبار؟ إن الشمس هتطلع ولا لا؟ إن الليل هيجي بعد النهار ولا لا؟ والله يا ست نادرة يا قدرة، عملت جنون لوحدك. أنت بتقولي إيه يا حاج؟ أنت مش زرتي بيت ربنا؟ أيوة. وأنت يا كبير فوتش فرد إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. يوسف لويس وأنا كمان مش هسيبه إلا على جثتي. عجبك الكلام ده يا عبد الجبار؟ ممكن أمشي يا كبير؟ وتعب نفسك ليه يا مسعود وجاي من النجع لحد هنا؟ البيت ضيق ولا خايف من سميرة؟ مسعود عبد الجبار ما يخافش غير من اللي خلق. عاوز تقول ايه؟ عايز بيت واحد يلمنا. ما احنا قاعدين في بيت واحد. وبعدين معاكي، ما انت فاهمة قصدي ايه؟ عايزنا نتجوزوا. أمل ومنى عيني. واه، كل ده عشان 50 فدان بتوع يوسف. فدادين كتير، لكن نادرة واحدة بس. واه، وكمان رومانسي. انت هتتنجوزي علي؟ اه رومانسي، بس مش مع اي حد. مش معنى معاي؟ عشان عجبتيني وعجبنا عقلك وقوتك وقلبك الطيب. اسمعني يا مسعود، يا اخو الغالي وعم الغالي وولدك كبير، انا مش هتجوزك. خايفه من سميره ياك؟ ده انا اذبحها تحت رجليك. مع إن سميرة تستاهل الذبح، بس مش عشان خايفة من سميرة، لأنك عمرك ما دخلت قلبي من أصلي. في إيه مش عاجب؟ من غير ما أقول، القبول ده بتاع ربنا، وأنا في حاجة قفلاني منك، ما عايزاكش. هتندم يا نادر. ليه؟ هتقتلني؟ لا، أنا مش حرمة زي مرتي، أنا انتقامي أكبر بكتير. اللي ترفض مسعود تتحمل ناره.
اقتله. وقت صرخي لارجع وادبحه. بقول لك ايه؟ قول. وايه اللي حصل؟ بيقولوا عيلة ابو عصاية خطفت مرة المرحوم بلال، وكل ده عشان ما تطلعش من البلد. ست نادرة؟ ست نادرة ما تخافيش. ما تخافيش، أنا عايز أحميكي. انت مين؟ انا واحد من اهل النجعه، حاسس بيكي. اسمي عبيده، عبيده والد المنسي الغلبان. البلد كلها مقلوبه عليكي. سيبني امشي، عايزين يقتلوا ولدي. تعالي الدرعة، ما تقلقيش. يلا يلا قبل ما يجوا. اتفضلي. ادخلي. اشرب يا بنتي، اشرب. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، انا زي خالتك والولايه لبعضهم. دي بلد فجريه، ما تجيش غير على الحريم. اشرب. ايه يا اما مالك بتتكلم زي بتوع حقوق المراه اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ حقوق ايه وتلفزيون ايه؟ دول بيتحدثوا بس، لكن احنا اللي كبشين النار بيدنا. كلامك زين يا خاله، وزين ما خلفتي. انت اللي زينه وست الستات. عارفه، عارفه انك عايشه وسط وحوش، بس مستحمله عشان ضناكي. ما كلنا زي بعضينا، بس احنا غير. احنا مش قد المقام، احنا لا ناس ولا بيت. اوعي تقولك ده يا خاله، مقام البيت بالناس اللي فيه. بيتكو زي بيت ابويا الله يرحمه. الوكل على الجد والشرب مزير، لكن القلب يساعد الدنيا بحاله. انما انت يا بنتي ايه اللي دخلك الخيه برجليكي؟ دي حكايه طويله قوي قوي يا خال. اه ما ورناش حاجه، احكي يا بنتي. ايوه يا اما ما ورناش حاجه، احكي. البلد مقلوبه بره قلبي يا اما، شكلها الدم هيسيل الركب. كل عيله بتجمع سلاح ورجاله، وشكلها حرب. ربنا يستر. وقف الدم يا كبير. انا هني، انا ما حدش خطفني، انا مشيت بكيفي وخط، وبيت ابو عصايا اكرمني. انا هرجع بيتك، بس تديني الامان ليا ولولدي.
شيء. سيبوني عليها قرقشها بستاني. اه يا فجرة يا قادرة يا مفضوحة، انا هموتك، هقتلك يا بنت هقتلك. خلاص يما خلاص اهدي، نعرف الاول اللي حصل وبعدين نبقى نشوفه هنعمل ايه. ابعد انت كمان. اهدى ايه؟ اهدى ايه بالفضيحة اللي جاية بيها دي؟ خلاص يما خلاص. واي فضيحة دي؟ جاية من بيت حسن ابو عصاية. يا مر يا مر، خلونا الاول نفهم ايه اللي حصل وبعدين حسابها وحسابه هاخده بيدي انا. سيبونا دلوقتي واطلعوا اوضكم. السكينة اتحطت على رقبة ولدي يا كبير، والراجل ده هددني، قال لي لو ما نزلتش عن الخمسين فدان هيقتلوه. اياك هيخيل علينا الكلام ده يا بنت. ورحمة بلال انا بقول الحقيقة. اوعي اوعي تجيبي اسمه الطاهر على لسانك ده ابدا. انا بقول لك اهو. اهدي يا حاج. اهدى، خلينا نفهم ايه الحكاية. كل ما اتكلم تقول لي دي مكبوبه انا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه دي يا حجه؟ سكت. كيف دخل عليك من غير ما حد يشوف؟ ما عرفش. وليه ما شتيش وقلتي لي؟ اقول لك يا كبير وما تزعلش. قولي انا سامعك. اللي عملك دي لمصلحه، زي اللي حط السم في الكحك. بترمي على ايه يا فجرة؟ اياك فاكرة نفسك رئيس مباحث جنة؟ وين الجرأة يعمل كده في بيتي في وجودي؟ اللي عمل كده حد من اهل البيت يا كبير. كتير اللي بتقوليه ده كتير. رد رد عليها يا كبير. رد. بقول لك ايه، البيت ده كلهم كارهينك، محدش طايقك، عايزة تغوري غوري لوحدك مطرح ما جيتي، انما ولد ولدي لا، يوسف لا يا فجرة. اطلعي اوضتك دلوك وبعدين لينا كلام تاني، لكن يوسف هيبقى معاي. كل سنة وانت طيب يا يوسف، كل سنة وانت طيب يا ولدي. ايوه. يلا يلا روح لامك. سنة وعدت من العمر يا أولاد ولا كأنها يومين. الله يرحمك يا بلال. تعيش يا بوي، واللي خلف ما ماتش، ربنا يديك طولة العمر وكبرنا وهبتنا من هيبتك. ايوه سنة هوا، واحنا بندادوا ونجلعوا، واللي بندادوهم ونجلعوهم لا بيقدروا ولا بيفهموا اصلا. الزموا الكلام ده دلوقتي يا امي. مالك ومال يا بنت؟ في ايه؟ مالك نجرك من نجري ليه؟ وقرشه ملحتي ليه؟ انا خلاص مررتي اتفاجعت. سلامة مرارتك يا خاله، ان شاء الله اللي يكرهوكي. يا بنت ده انا يجي من 30 40 سنه كده لما كنت جدك كانوا بيسموني سكينه الكهينه، انت هتتكهني عليا يعني؟ مين اللي بيكرهوني يا جدرة؟ مين؟ أنا مش منهم يا خالة. واه بتحبيني إياك، بتحبيني بتحبيني يا بنت. وأكرهك ليه؟ أنتوا هتقلبوها عركة حريم ولا إيه؟ لا عركة ولا حاجة، أنا ست في حالي وعايزة أربي ولدي، وأنتوا ما شاء الله عليكم عيلة كبيرة، لو عايزين تقتلوني تعملوها ولا حد هيقول حاجة. واه وأنت شايفانا قتالين قتلة ولا إيه؟ لا سمح الله، احنا نقتلوا اللي بيننا وبينه طار، ما نقتلوش عشان القتل. هنروح من ربنا فين لما نقابله؟ هذا الشر عليك يا عم. مالك يا مرت اخوي؟ ولا تعودت تخطبي والناس يسمعولك؟ زعيمه اياك. لا زعيمه ولا عايزه اكون، ربنا يعلم اللي في قلبي ناحيتكم، وانا في قلبي ناحيتكم كل خير. انا صح في حالي لكن صعيديه وباقي على عهد المرحوم، واللي عايزه في وصيته حيكون.
اهي جت اهي. نادر طب اسيبكم مع بعض شوي وارجع لكم. خمس سنين يا نادرة وما فيش بيننا غير جوابات كل ست أشهر مرة. مش بخاطر يا حبيبي، انت عارف انا عايشة مع مين. كان ممكن اجي ازورك، بس لو عبد الجبار خد خبر وعرف ان انا من بيت مين كان افتكر اني اتجوزت بلال عشان اخد طار ابوي. لكن بلال كان طيب ملاك زي ما قلت لك. امك ماتت كان نفسها تشوفك. انا كل يوم بموت في بيت عبد الجبار. ولدك فين؟ عاوز اشوفه. هتشوف وهيتربى على يدك. انا شفت شقه في اسيوط نروح نقعدوا فيها. بلاها الصعيد كله، عبد الجبار له عينين في كل حته. مؤقتا يا نادره. قولي لي بس هتعملي ايه؟ في حاجه في دماغي حابه اقول لك عليها. حاجه ايه؟ قولي لي وانا ساعدك. انا اقدر احميكي من العالم كله. كبرت يا حبيبي، كبرت. صورة من عقد الأرض والأصل. لو خدوه مني بالعافية هطلع غيره. أنا لازم أمشي عشان محدش ياخد باله. أنا جمعتكم النهاردة عشان أشاهدكم علي، وربنا شاهد قبلكم كلكم. أم يوسف هتروح الشهر العقاري وتتنازل عن الأرض. أنا حط فلوس في البنك باسمها واسم ولدها عشان تضمن حقها. عين العقل والله يا أبوي. عاوزش أواجه رب كريم وتحاسب إني ظلمته. ربنا يديك طولة العمر يا أبوي وعين العقل، بدل ما أرضنا تروح للراجل الغريب اللي كانت معاه نادرة النهاردة. أنت بتقول إيه؟ راجل مين؟ أنت كذاب. يا ست حرة وشريفة غصب عنك يا أختي. ما تهبيش فينا كيف وابور الجازل الخربان. ردي عليه، ردي قد السؤال يا بنت. ما هي بتردي أهي. في إيه يا عبد الجبار؟ إياك هتصدقها هي وتكذب ولدك. ليه هو مسعود ولي؟ أنا رفضتك يا مسعود، بتراجبني ليه؟ ما رجبكيش يا أختي ولا حاجة. الحكاية إن واحد شافك بالصدفة وقال له. واحد مين ده؟ قول. اهدي يا بنتي اهدي، خلاص ما حصلش حاجة. بيطعني في شرفي وتقول لي ما حصلش حاجة؟ ترضاها لنفسك يا كبير؟ طب انتوا كلكم مكدبيني ومصدقين مسعود. الدكتورة بينا، مش أنا كنت معاكي يا دكتورة في المستشفى صح؟ صح. وما سبتكيش ولا لحظة، رحنا مع بعض ورجعنا مع بعض صح؟ الحقيقة نادرة النهاردة كانت معايا طول اليوم في المستشفى، ما سبتنيش ولا ثانية عشان كنا بنعمل أشعة ليوسف على صدره وهي كانت خايفة عليه جوي. واه أشعة؟ والعيل الصغير ده صدره يتحمل أشعة؟ مسعود اللي خايف على والد أخوه وبيتهمني في شرفي، هو اللي قتل بلال. انت اتجنيت ولا ايه؟ ايه؟ لعبة تانية من ألعابك يا قادرة؟ لعبة تانية يا فاجرة؟ بس المرة دي لعبة موت. لا مش هتعدي بالسهل يا نادرة. الكلام ده يا نادرة؟ أنا بقول الحقيقة يا دكتورة. حقيقة إيه؟ أعقلي كلامك قبل ما تنطقيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده لازم تروح المستشفى، الخمسين فدان طايروا عقلها.
عندك حق يا علاء. الأرض طيرت عقول ناس كتير، بس أنا مش منهم. بتطلع إيه يا بنتي عويلة أنتِ؟ استني يا حاج. أستنى إيه يا عبد الجبار؟ أستنى إيه؟ واحد ومات من وشها الشوك، والتاني عايزة توديه المشنقة، عيالي هيروحوا مني وأنت تقول لي استنى استنى إيه يا بوي؟ إيه ده؟ ده تقرير الطبيب الشرعي اللي أنا كنت شغالة معاه، وفي التقرير ده نوع السلاح والمسافة ونوع الطلقة اللي انضرب منها بلال الله يرحمه. ما هو الدكتور ده عارف الحاجات دي منين يا نادر؟ خدتها من على طرف لساني يا علاء. صورت العربية ومكان دخول الطلقات، وهو يقدر يحدد كل حاجة. عجبك الكلام ده يا كبير؟ هتفضل ساكت ولا ايه؟ مش معنى انك مش عاوزة تتجوزي مسعود وبتكرهيه؟ ما انا بكرهه من عمايله. محدش يقدر يدخل اوضتي ويهددني بدبح ولدي الا مسعود. ما تخرسي وتحطي سنك في خشمك. ايه عايزه ايه؟ يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفناكي فيه يا شيخ، حرام عليكي. السلاح اللي بيتكلم عنه التخريب ده كلنا في النشا بنستخدموه، والطلقات كمان. وبعدين ما ينفعش الدكتور بتاعك ده يحدد المسافه بالصوره، لازم يبقى موجود. خلاص يبقى نجيب الدكتور هنا وهو يحكم ما بيننا. نجيب مين يا مجنون انت؟ والله لولا ابوي كنت قتلتك هنا. قادر وتعملها. بعد اذنك يا ابوي. ايه في ايه؟ انا بقوله نطلع ونرتاحوا دلوقتي، واولنا نادره لازم نهدوا شويه. نهدوا كيف؟ عجبك الكلام اللي بتقوله؟ انت عارفة معناته ايه؟ عارفة عارفة يا بوي، عشان كده بقول نطلعوا نهدوا ونرتاحوا شوية بعدين نشوفوا هنعملوا ايه. يلا يا نادر. الكلام ده لو حد خد خبر بيه في النجاح دمك هيبقى حلال. اعذريني يا ست الستات، اعكوني فاكرة ان انا راجل قليل الحياة ولا عيل صغير من اللي بيكتبوا جوابات للبنات ام ضفاير بتوع المدارس. لا انا لا كده ولا كده، انا راجل الجبل كله بيتهز لما يسمع اسمي، بس الجبل كوم، واللي حصل لي من ساعة ما قابلتك كوم تاني خالص. لما لمست يدك كهربا مسكت في قلبي. بعكوني فاكرة ان انا لسه شايف بدلوك، لا ده احنا معرفة قديمة قوي. انا من كفر حريدي شداد والد الهلالي، فكراني كنا بنلعبوا مع بعض واحنا عيال صغيرين. بس اقولك من ساعة ما قابلتك وانا حاسس احساس تاني خالص، جايز عشان رجعتيني الايام السبق، جايز عشان قوتك قدام عبد الجبار، جايز وجايز وجايز. أنا حاسس إن أنت هدية من ربنا ليا. العمل عمل ربنا، ما قداميش حل غير إن أعمل اللي هو عاوزه وأتنازل بالسهولة دي يا نادرة. دول كانوا هيسموني ويقتلوا ولدي، أنا بشتري عمري وعمر يوسف. والله ما بقيت عارفة أقول لك إيه.
كل ظلم ليه نهاية يا نادر. أيوة دميانة، أنا نادرة، ما تحفظي رقمي. اسمعيني زين، الكلام اللي حقوله لك تنفذيه بالحرف الواحد. حوجتي ليه؟ تعالي يا خالة شوق. أهلا يا خالة، بيتك ومطرحك. ازيك يا دميان، عاملة إيه؟ نحمد ربنا ونشكره. اقعدي اقعدي زي منات جوزك. بقى لي مده ما سمعتش عنه حاجه. يجي بالسلامه يا بنت. الله يسلمك. عباياتك جاهزه جوا يا نادر، يلا عشان تقسيهم. هو فين؟ جوا. ست نادره. ازيك يا شداد؟ أنا زين، طول ما أنت مليحة. وات حسة، الولية شوق برا. توحشتك يا نادرة. واه، الكلام الماسخ ده مش وقته. اسمعني زين. سامع، قولي. أنا ههرب ليلة المولد، كل الناس هتبقى مشغولة، دي فرصتي الوحيدة، وأنا ما عنديش فرصة تانية. ولا يهمك حاجة، أجي أخدك من وسط الدنيا كلها. أنا مدبرة كل حاجة، عايزك تستناني عند الجبل، خد ساتر هناك قريب من النيل، لو لقيتني ماشي لحالي وما فيش حد وراي يبقى خلاص. خلاص كيف؟ ومين حيوصلك؟ أخوي، وبعد كده حكلمك. طب أجي أنا أوصلك أضمن. الحاجات دي أنت مش متعود عليها. حاجتي تهرب كيف في عز الليل لوحدك يا نادرة وأنا موجود؟ أنا عامل حسابي على كل حاجة شداد، ما عايزاش حد ياخد باله، أنا ما نقصاش. لو عوزتك هكلمك. وعاد تكون صدقتها يا أبوه. جرايه مسعود، بطاقته تخلينا نصدقها. ما جايش تكون مزوراها. ما أنت عايز تطلعها كيف ما أنت عاوز وخلاص. اتكل الله. كانت عايزة تهرب والد أخوي بنت المركوب. والد أخوك اللي فارق معاك إياه. بتخرص منك ليه؟ اسمعوني. يوسف اهو معانا دلوقت، واحنا اللي حنرعاه. نادرة واخوها هيتحطوا في مكان ما حدش يعرفه ولا حتى الدبان الازرق، وهناك هتشوف ايام سودة لحد ما تتنازل عن الارض، وبعديها تغور في 60 دهي وعمرها ما هتشوف ولدها. ضناها يا كبير. اللي قلته يتنفذ. هنقول ايه لما تختفي كده؟ راح تزور أهلها. هتطول. تعال وراي. في ايه يا مولانا؟ دلوقت تعرف انا قلت لعثمان ومؤمن روحوا، وانا بدور عليهم لقيت الشيطان ذات نفسه. تضربني عليك. هتجوزوا غصب عنك يا جليل الربايه. بتضربني يا واد، وانا اللي مربياك وبصرف عليك. هيبقى اخر يوم في عمرك انت وهو. انا ولي عمرك. وانا رحت فين يا بهيمه؟ انت 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 قاعد لداري ولا شايف؟ بتعايرني بعمايا يا عمر. طب اللي حصل انه جو طلبها مني وانا وافقت، خلصت على جثتي. والله العظيم على جثتي. عجبك اللي عمله يا ابوي؟ لا عجبني اللي عمله ولا عجبني اللي عملتيه. ادخلوا.
جا كلام يا عبد الجبار، انا ست واعرف الستات لما يتسهوكوا. انا مش فاضي لكلام الحريم والرغي الفاضي، كل ما اتصور ان يوسف كان هيغيب عن عيني عقلي يطير. والله صقر يا مسعود يا ولد بطني، ربنا يحميه ويبارك فيه. ما قلنا كفايه. تفتكر الناس هيصدقوا ان اللي زي دي يسيب ولدها؟ ان شاء الله ما حد صدق. ومين اللهبل اللي يصدق الحكايه دي؟ يعني هكدب عليك ولا هكدب عليك؟ بيجي فجأة نادرة اللي روحها في ولدها وبتحارب الدنيا كلها عشان هتسيبه وتروح تزور أهلها وأهلها دول طلعوا ميتة. نهار أسود على دماغ الحريم وعقلها. اللي حصل يعني أسيب شغلي وحالي ومالي ومحتالي وأشوف نادرة رايحة فين وجاية منين؟ مرت أخوك الله يرحمه أولى باهتمامك من أي حد. تقصد إيه يا إسراء؟ غالية الغزية. قسما عظما كلمة كمان. خلاص خلاص، الشاي أهو، اعمل كوبايه تانية، الشاي ماسخ. الحكايه دي فيها إنا وجوزك هو اللي يعرفها، وجايز يكون عاملها كمان. انت دايما ظلمك دي يا انس. مين ده؟ ده يظلم بلد بحالها. هو عيون ابويا اللي بيتجسس بيها على الناس ويده اللي بيضرب بيها، بس ابوي بالرغم من افتراه لسه قلبه في حته طيبه. انما مسعود لا، ماتت. يعني هيكونوا موتوها مثلا؟ جايز والله مستبعد أي حاجة. أمال هي ليه هربت قبل كده؟ خير يا دميانة؟ في إيه؟ نادرة، نادرة اتخطفت. اتخطفت؟ اتخطفت كيف؟ ومين اللي خطفها؟ عيلة جوزها، عبد الجبار وولاد. طب بس 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 وطي حسك. ليه؟ خايف؟ أخاف طبعًا. يا أخي بتاع الرجالة. إحنا مالنا وملها؟ لا هي من قريبنا ولا بينا وبينها صلة. يعني إيه؟ أسبوعها تموت. إحنا في يدنا إيه بس نعمله؟ يا حزني يا حزني على الرجاله. والعذراء ما تقول لي صلي يا ابونا. هي الصلاه مش عاجباكي في ايه يا دميانه؟ عجباني يا ابونا، بس نصلي ونتصرف. احنا بالذات لو اتدخلنا في الموضوع ده هيحصل مشاكل، وهي مش ناقصه. ابونا معاه حق. ليه؟ عشان نادره مسلمه يعني؟ دي بني آدم يا ابونا، وجارة وصاحبة وحبيبة وفضيقة. ما عاوزاش منكم حاجة. يا دميانة تعالي بس. ودوها فين يا ست دميانة؟ وانا اعرف منين؟ ده انا حتى ما عرفاش هي ميتة ولا حية. هي اتكلمت مع راجل والراجل خلي بيها. عيب عليك يا ست دميانة، ما تقوليش كده. خلي بيها كيف؟ ده انا افديها بعمري كله. انا قعدت اقلبها في دماغي، قلت كيف نادره هتعرف تهرب من بيت عبد الجبار وسط رجالته وعياله؟ ده انا قلت انا هفضل قاعد كده حاطط يدي على خدي لحد ما تكلمني في التليفون. قلت مفيش غير الفرصه دي، تبقى عبد الجبار واولاده في المولد وانا اوصل لحد البيت عنده واهربها بنفسي واخدها معايا. بس اعمل ايه؟ حصل اللي حصل. أول ما قربت من البيت لقيت ضرب نار وصراخ، قلت لو حد كشفني وشافني أزود المبلتين. هربت طلعت على الجبل. وهتعمل إيه دلوقتي يا شدان؟ أنت لازم تتصرف. ما أنت عارف أنا بحبها كده، ولو هموت هأمنها هي وولدها. وأنا كمان لازم نعمل حاجة، دي صاحبتي وعشرة عمري. اسمعني زين يا شداد، جايز تكون فاكرنا ولاية وملناش حيلة. احنا عشنا وتغربنا في نجع، ملهوش عزيز إلا للي ظهر، واحنا لا ظهر ولا سند إلا دماغاتنا الناشفة اللي كيف حجر الصوان. انت صحيح ملك الجبل اللي ماشي في الدنيا بقلبه، بس دي ولا حاجة قدام ولاية بتدافع عن شرفها كل ثانية. جايز تكون بتقابل الخطر والموت مرة كل أسبوع، بس إحنا بنقابله ليلاتي لحد ما بقي صاحبنا. وقف جنب نادرة يا شداد، ووعاك تخلى بيها.
ولدك الغشيم قتله، كيف ما يكون بيقتل ناموس؟ واد بيدافع عن اخته اللي بتضرب قصاط عينه. وفي لحظه ما بقيش موجود في الدنيا. جه ليه وراح ليه؟ ما تعرفيش. اهدى اهدى يا عبد الجبار، الموت علينا حق يا اخوي، جسمته ونصيبه. وبعدين هو يعني مسعود كان قاصد يقتله؟ ده عمره. ايه بردان بردان يا سكينه، يا ليلة سودة مالك يا مسعود؟ ماليش، ادخل هاتيلي هدمة من جوه. انت زين؟ ما انا متنيل قدامك اهو، ادخل هاتيلي هدمة من جوه. اخلصي الدم ده منين؟ انت مال اهلك يا مرة؟ اخلصي خلينا نسبح. حاضر حاضر. انت عاوزه تاخدي مني لحمي يتربى بعيد عني؟ ده انت مش هتشوفيه في عمرك، وبكره هتروح الشهر العقاري وتمضي، ومش عاوز اشوف وشك تاني. افتحوا الباب افتحوا الباب، مسعود قتل نبيل. افتحوا الباب افتحوا الباب، مسعود قتل نبيل. الحاجة دي أكبر من إنك تفهميها، الحاجات دي موجودة قبل النجا وناس، ويمكن قبل الوجود ذات نفسه. العرف والعادات والتقاليد أقوى من أي قانون، لا نادرة ولا أنت ولا أنا نقدر نغيرها. ده نظام، نظام عملوه أجدادنا وأجداد أجدادنا، مش هيتغير ولا يوجع إلا لو قامت القيامة. هي كده القيامة هتقوم فعلا. هشوف اخويا ميتا بعد ما تتنازلي عن الارض، هنروح المستشفى وتشوفيه. مالك يا ست نادر متضايقه ليه؟ هتجبرك على حاجه؟ اعمل شغلك يا استاذ جرجس، بلاش سؤالات. حاضر يا كبير حاضر. اتفضلي امضي على التنازل. اثنين Thank you.
انتوا متاكدين من الكلام اللي بتقولوه ده؟ طبعا يا عم متاكدين، دقنا كلها بتتكلم، وبعدين دول فضحتهم بجلاجل. يستاهل كل اللي اجراله عشان جه على وليه غلبانه. جرى ايه يا عمي؟ هو ده مش سلونا كلنا ولا ايه؟ عندك حق يا عصام، لكن قول لي انت عطيه، لو انت مكان كنت هتسيب ارضك وارض جدودك ياخدها الغريب؟ لا، بس عقلي هيخلينا افكر بطريقه تانيه. وبعدين ما كفاياه فضيحته الاولانيه. عارف يا ابوي، انا لو منه كنت قتلته، ولا من شاف ولا من دري. هو ده اللي قدرت عليه يا عادل بيه؟ طب قول لي انت كنت هتعمل ايه يا استاذ متعلم، يمكن نتعلمه منك. طيب قولوا لي، مين في الندع كله من مصلحته انه يعادي عبد الجبار؟ عبد الجبار ليه في كل ناحيه عدو. مش بره الندع، لا، وجواه كمان. كل بيت هنه له في رقبته طار، مره قله كرامه ومره افترى عليهم. المهم ما يولعش في النجعه. من هنا ورايح الست نادره كانها انا بالظبط، يعني مقامها من مقامي وهيبتها من هيبتي. انا اختكم يا رجال، وانتوا عزوتي، وشداد يبقى قريبي، واللي عملتوه عشاني وعشان ولدي الجميل في رقبتي مش هنساه طول عمري. انا تحت امرك يا ست نادره، وشداد مش بس كبرنا، ده حامينا وكلنا طوعه. هو ده العشم يا قاسم. طب اتفضل يا ست نادرة عشان ترتاح انت وولدي. ارتاح كيف وانا ما عارفاش اخوي فين، عايش ولا ميت؟ انت عارف عبد الجبار وجبروته، انا عايزه اطمن عليه. وهبه امرك يا كبير، خد معاك رزق وعرفه وتنزلوا تقلبوا الدنيا، ما ترجعوش الا لما تعرفوا استاذ نبيل فين. ايه مالكم رجاله، في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش، حاضر. جايز محتاجين يرتاحوا من اللي حصل. دي ناس مش بتاعت راحة. يلا يا رجالة. أوامرك يا كبير. يلا يا رجالة، وما ترجعوش غير وانتم معاكم خبر. تفضل يا ست نادرة، أوريك هترتاح فين. نورت المغارة ست نادرة. تفضلي، ده المطرح اللي هتقعدي فيه. لو احتجتي أي حاجة قولي يا شداد. تعرف يا ست نادرة، أنا لو جابوا لي كسور الدنيا دي كلها ما تسويش عندي حاجة جنب المغارة وانت فيها. تعلمت تقول الكلام ده فين يا شداد؟ الكلام ده ما بيحتاجش أعلام، بيطلع من القلب، من الحب. الحب اللي بيغير كل حاجة في الإنسان، بيحنن قلبه القاسي. حتى ملامح الوش بيغيرها. كمان شعر. لسه شفتي حاجة. المهم دلوقتي عايز اعرف، عرفت منين ميعاد شهر العقاري؟ اقول لك، لما عرفت انهم خطفوكي قلت المكان الوحيد اللي هياخدوكي ليه هو الشهر العقاري عشان تتنازلي عن الارض. فبعت رزق، شاب أقدم واحد من اللي بيشتغلوا في الشهر العقاري، عم عبدالله الساحي، قديم ويعرف الناس كلها بالاسم. واتفق معاه إنه لو شاف عبد الجبار أو أي حد من ولاده جه ناحية الشهر العقاري يبلغنا على طول. وبعدين قلت لنفسي، طب افرض بلغونا، هل حق انزل من الجبل؟ قعدت أدور وألف لغاية ما لقيت شقة في عمارة قدام الشهر العقاري، أجرتها 6 شهور.
نفضلوا قاعدين جوا الشقة من الفجر لغاية ما الشهر العقاري يقفل، وبعدها نطلع على الجبل. هشوف اخوي ميتا بعد ما تتنازلي عن الارض. روحوا المستشفى وتشوفيه. وفي يوم واحنا قاعدين لقيت رزق جاي بيصرخ: الحق يا شداد، عبد الجبار واولاده تحت. قمت مفزوع انا ورجالتي. مش عارف اقول لك يا شداد، ربنا يقدرني على رد جمايلك. ما تقوليش كده يا نادر، انت اللي جمايلك مغرقاني من ساسل راسي. فانك رجعتيني انسان عنده قلب بيحس. انت طيب قوي يا شداد، بس مش مع كل الناس. جايز كنت طيب زمان، بس الحتة الطيبة اللي في قلبي ماتت. يا عبد الجبار، الموضوع ده فيه إنا. الواد شداد اتجنن، بيقول لعطية أخويا اللي هيجرب من ندرة هيقتله. تمثيلية يا حسن، تمثيلية من تمثيليات أخوك، وانت أدرى بيه مني. حتى لو الحكاية كده، حسن ملوش دخل ولا صالح. ملوش دخل كيف يا مولانا؟ مش هو كبير عيلته وصالحه يكسرني قدام النجع بخطف الحريم من ميت يا عبد الجبار؟ دي مش أخلاقي وانت عارف. ايه الكلام ده؟ مش حصل قبل كده؟ خلينا بدلوقتي، عايز تعمل ايه؟ والله طالما احنا في دلوك يا مولانا، لو صح حسن واخوه ملهمش دخل، يطلعوا برجالتهم مع رجالتي، نجموا على شداد ورجعوا نادرة وحفيدي. موافق موافق، انا اول واحد يطلع. ألف مبروك يا سيد الرجالة. ألف مبروك يا كبير. ألف مبروك يا كبير. الله يبارك فيكم يا رجالة. بص يا عم الشيخ، أمورني يا سي شداد. الجواز أساسه الإشهار، مش صح كده؟ صح. خلاص دي تبقى عليك. كيف يعني؟ يعني نجع عبد الجبار وكل النجوع اللي حواليه لازم يعرفوا إن أنا اتجوزت نادرة. فهمت؟ ولا نفهمك بطريقتنا؟ لا فهمت. تجوزت بنت الكلب؟ لو مين؟ دي رمت نفسها في حضن واحد قتال قتله بعد ولدي بلال. بلال بلال ولد عبد الجبار. اهدى يا بوي. اهدى كيف؟ اهدى كيف وانا النار بتاكلني وكل؟ عشان صحتك بس. صحتي راحت راحت، انا الموت دلوقتي اهون علي. بعد الشر عنك، إن شاء الله هي وأهلها واللي جابوها يا رب. كل اللي عملته في حياتي واللي عملوه جدودي، الأرض والهيبة والعزوة والسلطة اللي قعدنا سنين بنحارب عشانهم بقيوا في الطين. معلش، كل مشكلة وليها حل يا بوي. إلا دي يا سكينة، إلا دي. أنا حفيدي يتربى في الجبل وسط المطاريد. الله يسامحك يا بلال ويغفر لك على اللي عملته فينا. اخ اودي وشي فين دلوقت؟ اودي وشي فين من الصاحب قبل العدو؟ دم يا ابوي، مفيش غيره. دم مين؟ ولدنا معاه. دم كل اللي يوقف في طريقنا. ما احنا جربنا. نجربه تاني لو خايف بعد. مش خوف، لكن لازم نفكره. بقول لك ولدنا معاهم. او هتوصل ناجر وكل مطاريد الجبل، او هنصرف كل اللي ورانا واللي قدامنا. عركة حياة او موت. كفاية كفاية يا ولد انتهو، حملونا دلوك، سيبوني معاه. انا تعبت يا سكينة. الف سلامة عليك. انا تعبت يا سكينة، خلاص قوم يا اسد قوم. انا تعبت.
انتوا اللي خليتوها ترمي نفسها في النار يا علام. احنا؟ احنا مين يا انس؟ كلكم. انت عارف انا كنت طيبة معها كيف؟ ذنبي ايه انا بس؟ ذنبك انك سكت. وانا في يدي اعمل ايه؟ لا في يدك كتير. تقول الحق. بعدين بتلوم عليها ليه في الاخر انها اتجوزت؟ ما هي في الاخر اتجوزت على سنه الله ورسوله. اسال اخوك خايب الرجع. كفاك يا ابوي انا مش صغير. وبتعلي حسك علي كمان. انا اللي كنت فاكرك ولدي الكبير وانت راعي وسندي. يضحكوا عليك ده. حتى اراد الارض سرقوه منك يا عويل. خدونا على اخوانا يا ابوي. كبير ما يتاخدش على اخوانا. الكبير يعمل حساب كل حاجه. لكن لما شافوك صغير اتجرأوا عليك يا عويل. طول ما انت كده طول ما انت كده هتفضل صغير. عمرك ما هتبقى كبير. ولدك اللي المفروض يبقى كبير العيله من بعدي يا سكينه خايب. واللي بعده بقي درويش. لا الولد زي الفل والنجع كله حسدنا عليهم. ايه؟ مش ده مسعود اللي جاب البت بعد ما هربت؟ مش ده مسعود اللي مخوف الناس ومحافظ لك على فلوسك وارضك في ايه؟ القرد في عين امه. ماشي خلينا في المهم. اللي اسمه شداد ده كيف يستجري يجي هنا عند عبد الجبار؟ لا وايه؟ وعارف طريق المخزن؟ اخلصي عاوزه تقولي ايه؟ ما هي باينه زي عين الشمس اهي. هي هي المشؤومة الجدرة الفجرة اللي دلت على هنه وعلى طريق المخزن واللي فيه. الحاجة اللي جبناها من بيت عبد الجبار تطلع على رضوان طوالي. ليه يا كبير؟ انت معرفش عبد الجبار هيعمل ايه؟ ده هيقلب الدنيا وولعها نار. طب كلم رضوان وقوله. كلمته. الحاجة لازم تطلع على المخزن الأول قبل ما تتباع في الوكالة. فلوسها كتير قوي يا كبير. الله أكبر في عينك. سيبها تمشي ببركتها. يعني لو قسمناهم على خمسة كل واحد نصيبه كام؟ على ستة. هي ست نادرة اللي خططت وكانت الدليل بتاعنا وعرفتنا المكان. ملهاش حق ولا إيه؟ سبعة شداد. ومن السابع يا ست نادرة؟ أنتوا كلكم. كلنا كيف؟ ما فهمش. أفهمك يا سيدي الرجال. لازم فلوس تتشال ليكم كلكم لوقت زنقة. مالك يا عبد الجبار؟ في ايه يا كبير؟ لو كان الكلام ده صح تبقى مصيبة. ازيك يا جاسم؟ ازيك يا ست نادرة؟ الشيخ ابو سيف شوية لحمة وخضار فضلة خيرك. ما عنديش وقت وعندي زباين كتير. القطر عندك؟ عندي. طب يلا شاهدي. تفضل. بدي اعمل بيها ايه يا عم الشيخ؟ نحط منع على الاكل والشرب للشخص المسحور، ويا ريت تحط شويه على عتبه قطه. بس انا ما عايزاش حد من اهل بيته يتضر. القطر قطر وهو الوحيد اللي هيبقى مسحور.
اللي اعرف ان في كمان حبوب هلوسه، احط له منها؟ ما يضرش، حسابي عشان مستعجل. قاسم هيحاسبك. يلا بينا عم الشيخ. انت متاكد من الكلام ده؟ زي ما انا شايفك قصادك ده يا كبير، قطرت جاسم لحد ما راح يودي لها وكل، كان معاه راجل كبير كانه من قرايبها. يوسف كان معاها؟ لازم أن يكون معاها، هيروح فين يعني؟ ولو الكلام اللي بتقول عليه ده طلع صح، ليك عندي مكافأة ما تحلمش بيها. سيبك عاد من شغل الجبل والمطاريد، انت هتشتغل معاي. واحنا نطوله يا كبير. ايوه يا مسعود، جهز الرجالة. بينا يا كبير. راحت فين بنت الكلب دي؟ يلا بينا يا كبير، الواد معانا هم. هذا كيف وانا لوحدي قدام المفتري اللي اسمه بوكي؟ اسمع عيني زين يا نادر، يوسف ما تقلقيش عليه، انت عارفه ان جده روحه فيه وانا مش هسيبه ولا لحظه. وابعد عنه اياك. لا انا ما قلتش كده، بس لازم تهدي شويه وبعدين نفكر وهنعمل ايه. طب ورحمه بلال؟ ورحمه بلال ما يغيب عن عينك ثانيه. مش محتاجه توصيه، ده وند الغاني هي تنتي بس، وانا هطمنك عليه اول بقى. يعني لما محمد رسول الله. يوسف يا حبيبي يا قلب جدتك يا اخوي. اسم الله اسم الله اسم الله. اوعي يا بنت اوعي، بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب جدتك يا اخوي، يا قلبي يا ابوي، يا مسبت شبه ابوك شبه ابوك. خذ يا بنت خذ. خلي مرة تخلي بالها منس. الحمد لله على السلامة يا قلبي. هاتي عنك هاتي عنك خلي عني. بالراحة بالراحة. ايه يا ست اسراء، خايفة علي مني اياك؟ خايفة علي منك ليه؟ كفاية عليكي مولا ربنا يخليها لك. ايه شغل الحريم ده؟ ما تطلع وتخلص. قسما عظما اللي مسي شعره منه لاذبحه ذبح. كل يعرف حدوده. انا ما عملتش اللي عملته ده عشان يجي حد يطفي فرحتي. يوسف هو صاحب كل حاجة، فاهمين؟ كل حاجة، الأرض والثروة والبيت والاسم وكل حاجة. أيوه وديني بقولها لكم بعلو حس، كلكم في كفة ويوسف في كفة تانية. فياه الغلب اللي شافه لحد دلوقتي. يلا يلا كل واحد يروح لحاله. هاتولي يا مسعود هات. اسمع الراحة أخوي الراحة. تعال يا حبيب جدك، تعال تعال يا حبيبي يوسف. الحمد لله على السلامة يا جدي. قلت يا سي مسعود ما جبتش نادرة معاك ليه؟ انت ناسي هي عندها ايه؟ دورت عليها كان الأرض اتشقت وبلعت. معلش، طول ما يوسف معانا بصيرها حتاجي على رجليها، وما جاتش احنا حنروحوا لها. هتروح فين يعني؟
أكيد في بيتها في نجع حريم. في أي وقت هنبعت راجلين يجيبوها كيف الشوال. توحشتك قوي يا نادرة. وانتي كمان يوسف عامل ايه؟ توحشته قوي. ما تقلقش عليه زي الفل. خدي القزازة دي، دي تمنها غالي قوي، مش فلوس، قهر وحزن وكرة للمدعوق اللي اسمه مسعود. عارفة، اتصرفي، تحطي منها على وكله وشربه. هيموت ولا ايه؟ يا ريت، خلصنا. دي هتخليه يتجن، يهلوس، ويمشي كيف المجازيب. صح، لو العمل ما اشتغلش، الحبوب اللي فيه هتشتغل. دي حاجة متجربة. البركة. وبكي بلغيني باللي بيحصل. حاضر. مش خايفة؟ قلبي مات خلاص، ما يعرفش حاجة اسمها خوف. روح انت دلوقت لحسن جوزك يرجع ما يلقكيش. مش حنسالك الجميل ده في رقبت اللي عملتيه عشان يا نادر. مالك يا مسعود؟ ما ماليش، هيكون مالي يعني؟ لا تكون لسه واخد على خاطرك من دميان عشان رفضتك وخدت عزت بدالك. انت حظك في الدنيا كده، تبقى الكبير والد الكبير، واحده تسيبك عشان شداد والتانيه تاخد عزت وتهملك. صدقي بالله انت مره ناقصه عقل وربايه. واه، عشان بقول الحق كسر حجك يا مره. يا بقر افهم، انا كنت عايز اتجوز نادر عشان الارض، والنصرانية عشان المقبرة. طب عيني في عينك كده؟ طيب غوري، غوري اللي فجع لك عينيك. السلام عليكم. اهلا يا اسراء، اتفضل. تعالي يا مرت اخوي، تعالي شوفي سلفتك ام دم تقيل. ايه يا سميرة؟ مزعلة جوزك ليه؟ الوكل دي. قلت انت زعلانة مني فلازم انا اصالحك. عملت لك شوية جلجاس يستاهلوا خشمك. تصوري ماليش فيه. انا ليا فيه، على الاقل الواحد ياكل بنفس. بألف هنا وشفا وشويه ميه ورد كمان عشان تبلع. مطرح ما يسري يمري. عامل كيف دلوقتي يا سمير؟ لا ده جوزي ولا ده ولدك. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي سبقوا عيالي يا بوي. همليني دلوقتي يا سمير، همليني الحالي مع ولدي. ولدي يا أمه يا بوي، اللي سبقوا يا قلبي. عين عين، حسبي الله ونعم الوكيل. مسعود مسعود يا قلبي، مسعود يا ضناي، مالك يا حبيب؟ ايه يخرب بيتهم اللي حسدوك، الله يعمي عينيهم عنك. مالك يا ضناي يا حبيبي؟ ما ترجعش قلبي عليك. بسم الله ارجيك، والله يشفيك من كل داء يأتيك، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد. رد علي، رد عليا يا قلب امك. ايه ايه يا زينة شباب الناجع؟ قوم عشان خاطري، عشان خاطري ما تموتونيش مرتين وانا حية. لازم موزيوك. انت بتتكلم على مين يا مسعود؟ ومين ده يا مسعود؟ بلال اخوك. ايه اللي جاب سيرة بلال؟ انا اللي قتلته. يا بوي يا مري يا بوي،
يا مري انت ملهلب بتخترف بتخترف يا اخوي بتخترف. قتلت اخوي قتلت عشان الارض قتلت بلال اخوي. انت تقتل بلال تقتل اخوك؟ قتلت اخوي بلال. بتخترف صح؟ انت بتخترف. قتلت اخوي. قتلته كيف؟ كيف يموت اخوي؟ هو ما يصعبش علي. انت بتقول ايه؟ قتلت اخوك. قتلت مين؟ بلال. قتلت بلال؟ قتلت مين؟ انت بتقول ايه؟ يا كلبي يا ابن الكلب ما صدقتش فيك حد. قتلت مين؟ قتلت اخوك. قتلت اخوك يا واطي عشان الارض هيموتوك. انت ما قتلتش اخوك، قتلت بلال. يا واطي قتلت اخوك؟ لا انت بتقول اي كلام صح؟ خان عليك اخوك. اه يا واطي يا واطي اعمل ايه؟ انا ما عملتش حاجه لده كله يا رب يا رب. يا الله يا الله يا الله منك لله يا مسعود. يا رب تموت يا مسعود. يا حبيبي يا بلال يا مسعود يا بلال يا مسعود يا بوي يا بوي ولادي يا بوي يا ماي ما قدرتش قلبي وداني يا ماي. اتفضل يا عم علاء. خد يا واد. علاء والد الكبير، انا عبد الحق جارك وحبيبك وحبيب ابوك. اقرا اللي انا كاتبه بهدوء عشان تعرف ليه مرتي ماتت ومين اللي قتلها وشمعنا دلوقت بالذات. لما تفتح المحمول وتبص في الفيديو اللي فيه هتفهم كل حاجة وهتشك في صوابعك نفسها مش بس في مرتك ولا أصلك. شوف كل حاجة وفي الآخر الجلجولة. مرتي الله يرحمها حبت تساعد الست أسراء عشان ما بتخلفوش. هي قالت العيب منك بس ما قدرتش تصارحك عشان انت عارف ده معناه ايه في الصعيد. الست مرتك اتحايلت على مرتي تقف جنبها عشان تجيب لك العيل، والست في الصعيد اللي ما بتخلفش عاملة زي الارض البوظ. راحت معاها المعبد زي ما هو متصور في الفيديو وحصل اللي حصل. وجت بنتك اللي ملهاش ذنب في حاجة وعشان نفيسة عارفة كل حاجة قتلتها. وانا سايب لك حسابها على اللي حصل. كان ممكن افضح الدنيا بس مش دلوق. حسابنا بعدين يا ولد الكبير. دبيتي انت كمان؟ ما تنطقي. جبار الحقني يا اخوي الحقني. مسعود قال لي انه قتل اخوه بلال. قلبي
ايوه لا هو بيختلف عقله خف وبتهيأ له حاجات ما حصلتش. لا 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 انا كمان قلت له كده بس هو حلف لي وقال لي اني قتله عشان الارض. فاكر فاكر لما قلت لك بلاش حكايه الارض يا عبد الجبار؟ لكن انت لا صوتك من دماغك وعملت اللي انت عاوزه منك لله يا عبد الجبار. ايه يا وليد انت هتحمليني ذنوب الدنيا كلها؟ لو كان ولدك صح اللي بيقوله ده يبقى من قلبه الاسود اللي زي قلبك صوان فيش حاجه بتلينه. انا بتقول لك ده عبد الجبار؟ ايوه ما حساش بنفسك اياك؟ لو عاوزه تعرفي سالي ولادك هيقولوا لك. يا ضياع عمرك يا سكينه، يا ضياع عمرك يا سكينه، مع ناس ما تستهلكيش. انت اللي ما تستهليش النعمه اللي ربنا ادهالك عشان كده زالها. لو كان ولدك صح اللي قاله ده يبقى بسببك بعندك وقسوتك وربايتك اللي زي القطران، وتبقى نظرة صح لما وقفت في وشينا كلنا قالت انه هو اللي قتل جوزها. انا ما فاكراش غير حاجه واحده بس، ان انت اللي فرقت بين الاخوات وبعضهم. منك لله، منك لله يا مفتري، يا ما قلت لك وما سمعتش كلامي. يا وليه ترى ايه هتقتلني يا عبد الجبار بعد ده كله؟ وادفنك في الحياه. ايوه اقتلني، يا ريتني اموت وارتاح، ارتاح منك ومن جبروتك ومن عيالك. وانا دي ايه في اللي انت قتلتهم قبلك ده؟ اسمعيني زين، لو ولدك عاد الحكايه دي قسما بالله لاقتله بيدي. سامعه؟ سامعه. يا الله. ايه يا مسعود؟ انت هتفضل قد ايه يا ولدي؟ مش هتقوم وتشوف ايه اللي بيجرالنا؟ يا مسعود ما فضلش حد ما تجرأش علينا، حتى الكلاب الضال هيبتنا وحسبتنا بيضيعوا. يا مسعود قوم يا ولدي، انت سندي، انت سندي وعزوتي واني محتاج لك. ما تحرقش قلبي اكتر من كده، وحتكون زعلان مني عشان انا قسيت عليك. انا عملت كده يا ولدي عشان انت اول فرحتي والكبير من بعدي. ما تكونش فاكرني انا صدقت الكلام اللي قلته لامك انك انت اللي قتلت اخوك. لا لا، انا ولدي ما يعملش كده، ولو كنت زعلان مني يا ولدي اديني بحب على يدك واطلب منك السماح يا ولدي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك.
ثوابا خير املا، ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم. الزمن قلب وشوي سكينة. صدق الله العظيم، اللي بيزرع شوك بيحصد شوك يا عبد الجبار. عشر دقايق والوكل يكون جاهز. ملياش نفس. طالع احنا بطلق الصبح يا علي. قلت لك ملياش نفس، ما بتفهميش. هما ليه ندلوك ونتكلم بكرة؟ لا، أنا لازم أعرف في إيه ودلوك. خدي بنتك وديها عند سميرة. وديها عند سميرة بتاعي، وهي سميرة دي تتأمن على حد. أنت اللي تتأمني يا إسراء؟ ها؟ اللي بتقوله ده عيب؟ أنت جايبني من الشارع؟ ولا عمرك شفت مني أي حاجة تشيلني؟ انت فاهم غلط، انت فاهم غلط والله. اصل انا مالكيش عازه في القصر، مالكيش عازه في القصر. انا ما كنتش دريانه بحاجه، والله ما كنت دريانه بحاجه. ما اعرفش ايه. تكذبيش، ما تكذبش، ما تكذبيش، ما تكذبش والله. اوعى تشك، اوعى لحظه تشك في نسب هنا، اوعى. والله ما كنت في وعي، بس انا بقول لك دي بنتك انا عارفه. طيب تعرف تجري تحليل ده بيقول ان ما ينفعش اخلف. سامعة؟ ما ينفعش اخلف. سامعة؟ وين؟ انا للمكة. ما عرفش اللي حصل. انا رحت مع نفيسة، ما عرفش اللي حصل. شربتني مي بس. اسمعي، شوف يا بنت الناس، انا المفروض احكي للعيله كلها على اللي عملتيه. ما عملتش حاجه. وعن شرف اللي ضيعتيه بيدك وقتلك قدام البيت كله. بس انا اجبن من اني اعمل كده على اقتلني. اقتلني، احرقني قدامهم كلهم. اعمل كده والله، بس انا لا، انا لا والله العظيم ما عملتش حاجه. بنتك دي ملاك من بطن الشيطان. لا يا علاء، لا انت عارفني زين، انا ما عملش كده. ما ينفعش عينيا تشوفك، ما اقدرش. وانا اشوف الذل والهوان ده يوم تاني. فيش قدامي غير ان اقول لابوي. دميانة، صباح الخير يا اللي زعلانه منك. بدل ما تزعلي مني تعالي واسيني. انت بقيتي مرتبة عصاية كبير البلد، عايزاي اكتر منك ده. استني، هوكلك بيدي. دفعلك كام عبد الجبار عشان تسميني؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده، وانا اسمك ليه؟
ايوه يا نادر. اسمعيني زين، عبد الجبار دفع لك الثمن يا دميانه وانا عارفه كل حاجه. لو خيروك بين حياتك وحياة ولدك يوسف تختاري حياة يوسف صح؟ أنا عبد الجبار خيرني بين حياتي وحياتك، أختار مين؟ اخترتي حياتك وموت أنا وتسيبي ولدي ينهش في الكلاب. أنا اللي بيتنهش لحمي كل يوم وكل ساعة وفي الرايحة والجاية. حسيتي بي إياك؟ كنت فعلا مع عبد الجبار ده هو ولده مسعود وحاطط طبانجته في راسي وكان عاوز يموتني. كنت فين؟ كنت فين لما طردوني من بيتي ولما جوزوني عيطت تغصب عني وانت اكتر واحده عارفه اني ما رايداش؟ كنت فين؟ عملتي لي اياك؟ ولا حاجه ولا حاجه. كل همك نفسك وتعبك وولدك. انا فين من كل ده؟ عشت غريبة في النجاة دي، هموت غريبة. دي حاجتك وامشي من هنا. امشي دميان. وكيف يعني تسيب هناء لوحدها؟ ما خدتهاش معاها ليه؟ ما عارفش. كيف يعني ما تعرفش علاء؟ يوه ما كفاية، هو أنا جاي استنجد بيكم ولا تحققوا معاي؟ يا علاء تعالى لي هنا. قول لي يا علاء، إيه اللي حصل بينك وبين مراتك؟ ما حصلش حاجة يا أبوي. يا واد انت تضحك على الحريم اللي بره دول براحتك، لكن انا ابوك عارفك وحافظك. انت مش زي اخوك اللي مرمي فوق ما حاسسش بالدنيا. انت عامل كيف الميه الشفافه اللي جواك يبان على وشك. ايه قول لي، ايه اللي حصل بينك وبين مراتك؟ أبوي والله ما حصل حاجة. ما تحلفش يا واد، ما تجيبش سيرة ربنا. الخوف، الخوف لجام يا دكتورة. اللي نادرة بتعمله ده لصالح النجاة كله، وانت طول عمرك مع الحق يا دكتورة. احنا محتاجينك معانا، هتقدر تساعدينا؟ حد يعرف الحكاية دي غيري؟ عبد الحق واخد مني فلوس كمان تمن سكوته. يتقتل على طول؟ هنجيبوه منين بس يا ابوي عشان نقتله؟ اللي يسأل ما يتوهش. ايه في ايه؟ نقتله ليه؟ ما تبقاش حبيط يا واد. اللي يعرف سرك هيفضل وراك طول العمر يهددك ويساومك، وانا مش هعيش لك عشان احميك. لازم أن يموت على حياة عيني. جبار نحلفك بالعشرة اللي بينا، العيش والملح، مش اجاود زمان ايام الشباب. استحلفك بالله يا اخي،
تحن على قلب حفيدك. وايام الشجاوة اللي بتقول عليها دي يا حسن، صمت الصحوبية ولا سبتني مرمي في الأرض بعد ما خدت العيار وعزرائيل بيحوم فوق راسي؟ ما خلاص اللي راح راح، وأنا حلفت لك قبل كده أقسم بالله افتكرتك ميت. حتى ولو كان يا حسن، مش تفضل عشان تجري على روحي الفاتحة وتدفني بدل ما تسيبني مرمي في الأرض تكوني الديابة؟ يا عم جبار شرحت لك الموضوع ده بدل المرة ألف مرة وانت مش عايز تصدقني. كان قدامي حل من التنين، يا إما موت والفلوس تضيع علينا احنا التنين، يا إما اخد الفلوس واهرب وادي مرتك نصيبها، وده اللي انا عملته ولا انت نسيت؟ انا ما انساش حاجة. خلاص اللي راح راح، خلينا في اللي جاي. وين اللي جاي عاد؟ نادرة تاجي تقعد ساعتين عندك تشوف يوسف تطمن عليه واخدها وروح. السهل كده بعد كل اللي عملته في يا عبد الجبار، احنا كبرنا وقريب القبر هيلمنا وهنقف ما بين ايدين رب كريم والحساب هيكون عسير. بلاش يا عبد الجبار تفتري على حفيدك، حرام. موافق يا حسن، خليها تاجي بكره. كتر خيرك، هو ده كلام الكبار صح. الحمد لله ان ربنا نجاكوا يا بنتي. تسلمي. ما عرفهاش اتلم على روحي، ما فيش غيره عبد الجبار هو اللي عمل كده. لا يا نادرة، عبد الجبار ما يعملش كده واصل، اديني كلمة وعهد، واللي اتقتل راجل غريب محدش يعرفه في النجع كله. واه، من ميت عبد الجبار له كلمة؟ من ساعة ما رضي اني اقابل يوسف بالسهولة دي قلت اكيد في حاجة. الحمد لله، الحمد لله ربنا نجانا. الحمد لله، حقك علي. لا ولا يهمك. بالإذن. بلاش كده يا بنتي. الو، ايوه يا نادرة، طمنيني عليك، انت كويسة؟ زينة والحمد لله، عمر الشاقي بقي. الحمد لله. فكرك مين يكون عمل كده؟ مش مهم يا أنس، طمنيني على يوسف. يوسف زي الفل الحمد لله، خلي انتي بس بالك من نفسك. واحنا كل مره نقوله كده وعبد الجبار يعمل كل بلوه والتاني ويطلع منها زي الشعره من العجين يا عمي، ليه؟ جرايه عادل، ابويا راح له ووافق انها تشوف ولادها، يبقى هيقتلها ليه؟ عشان يذل نقصاد اهل النجاح والناس تقول اننا ما قادرينش نحموها. ما حدش ليه مصلحة في موتها إلا عبد الجبار، وده عن العقل يا أبوي. وإيه مصلحة عبد الجبار في إنه يقتلها؟ يا عطية، أعقل كلامك يا عطية. أنا لازم أرد على بلطجة عبد الجبار وتقليله من هيبتنا قصاد أهل النجع. كيف؟ فهمني. أنت فهمني زين يا حسن، بس مش عايز مشاكل. ومين اللي يحب المشاكل يا عطية؟ يحب المشاكل اللي خلقها. أنا لازم أرد رد، ومش أي رد، رد البلد كلها تتكلم عليه. يلا يا عادل ورانا مصالح. ولا يهمك يا عبد الجبار، في دهي المال والآثار كافة شيء، المهم صحتك. صحتي؟ يا صحتي فين دلوقتي؟ راحت
وانت كان ناقصك فلوس. ما الخير كتير والحمد لله. كان قلبك مش مرتاح للموضوع ده كله على بعضه. بس انت اللي عندي راكبك يا عبد الجبار. كان حيتفتح عليك نار جهنم. سواء من الحكومة ولا من أهل النجا اللي تدب في عينهم ألف رصاصة مش رصاصة واحدة وبس. جبار زعلان على فلوسك؟ ملعون أبو الفلوس يا سكينة. فلوس إيه؟ أنا زعلان من الشماتة اللي شفتها في عيون الناس حتى أقربهم لي اللي من دمي. همك شماتة الناس ومش همك عيالك؟ عيالي؟ عيالي كسروا ظهري وقطعوا قلبي. هما فين عيالي دلوقتي؟ لا الله يرحمه وعلاء ومسعود مش عارفين اراضيهم فين. عملت ايه يا ربي عشان تحرمني من ولادي؟ جايز ما حسيناش بيهم. كنا بنجروا ورا العزوة والهيبة والمال ومش واخدين بالنا إن العمر كمان بيجري زي الرهوان. ما بنلحقش نبص حوالينا في السبق الملعون ده. مين اللي وقع؟ مين اللي مات؟ مين اللي كمل؟ مين اللي بيحبنا؟ مين اللي بيكرهنا؟ ايوه احنا افترينا على الخلق. احنا مش لازم نسكت على موضوعك في الحال ده. الناس كلها مش عارفه تعمل ايه. رجالة عبد الجبار في كل مكان ومحدش عارف ينزل ارضه. ده انا امي تعبانه قوي، نزلت عشان اجيب لها الدواء من جنة، لقيتهم قافلين المعديه ومانعين اي حد يهوب نواحيها. ما تقلقش، قول لي اسم الدواء وانا اجيبه لك معايا المره الجايه. ده مش حل يا انس، ناس كتير عايزه الدواء وناس كتير عايزه تتعالج. الحل يا ست ندر، هنفضل ساكتين كده لحد لما نروح واحد ورا الثاني ولا ايه؟ انا ما تصورتش ان جبروت عبد الجبار يوصل لحد كده. ارواح الناس لعبه في يده. انا هتكلم معايا ندر، ربنا يقدرني واعرف اعمل حاجه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه دي؟ إيه الكلام اللي بتقول دي؟ عصا، هو أنا اللي بقول يا أبوي؟ النجع اتقفل ورجالته في كل حتة، ده لولا الناس مسكت نفسها بالعافية كان زمان النجع دي غرقان في الدم. والله يا عبد الجبار ده صعبان علي. ومين ده اللي صعبان عليك يا أبوي؟ بعد كل اللي قلته لك دي وتقول لي صعبان علي؟ افهم يا ولدي، ده ولده، ولده الكبير كمان بلال الله يرحمه ويسامحه، علاء وهج من البلد، مسعود زي ما انت شايف. بس في نفس الوقت انت عندك حق. طب واهل النجع ذنبهم ايه؟ اللي عمل كده بيعاقب اهل النجع ولا بيعاقب عبد الجبار؟ اكيد بيعاقب اهل النجع الغلابه. ما تاخذنيش يا ابوي، بس العجل المره دي مهنه وقله قيمه. ما تزعلش مني يا كبير، عصام عنده حق المره دي. اي نقطه دم هتنزل من اي حد في النجع هتبقى في رقبتك يوم القيامه. ما تنساش يا كبير، انت كبيرهم دلوقتي يا ابوي. دي فرصه النجع كله يعرف مين هي عيله ابو عصايا ويعرف واحنا نقدر ونعمل ايه. اهدى يا ولدي اهدى. انا لو اتدخلت دلوقتي النجع كله هيتحول لبحور من الدم محدش هيقدر يوقفها.
اهدوا شوية وأنا هشوف لي صرفة في الحكاية دي. أنا عايزة أتكلم معاك وعايزك تسمعني المرة دي زين. أديني سامعك. قولي يا دكتور. اللي بيحصل ده غلط. إحنا كده مش هنخلصه. والناس مالهمش ذنب في اللي بيحصل. الناس غلابة يا بوي. وأنت الكبير يعني ما ينفعش تحط راسك براسه. عشان أنا الكبير ما ينفعش يتحدوني مش متوفي. الموضوع ده ما يخيلش علي. اللي حاطط الصور دي عارف مسعود فين. خفيه كمان عشان يذلني. لكن لا عاش ولا كان اللي يعمل بعبد الجبار كده. انت تؤمر يا كبير واحنا ننفذ. دوروا عليه في كل مكان، في النجع وبرا النجع، في الصعيد كله. تسألوا حبايبنا في كل حته. وبعديها الحساب حيبقى عسير. لازم الكل يعرف انه عبد الجبار ما يتكسرش. عبد الجبار حيفضل زي ما هو، عمره ما يتكسر. على يدك يا كبير. وحياة رحمة بلال ارحم الناس ورجع النجع زي ما كان. وحياة راس يوسف حفيدك ارحم الناس. أنا اللي حركت الوكالة. وأنا اللي حطيت الصور بس الناس ما ذنبهاش حاجة. أنا جيت لحد عندك وحعيش وصيك وربي ولدي. أنا ما عايزاش حاجة. ما تحملنيش ذنب الناس اللي ممكن تموت بسببي. بقول لك ايه يا عواد، اسحب الرجاله ورجع كل حاجه زي ما كان. خلاص
خلاص يا عبد الجبار، كل واحد نزل في محطة واخر الرحلة انا وانت على ما فيش. رجالتك راحوا، عزوتي راحت. اه يا قلبي يا ابوي. وانا رحت فين يا سكينة؟ ربنا يخليك ويبارك فيك. انا مش قصدي، انت فاهم، بس احنا خلاص ظهرنا اتكسر. المودة قدر ربنا، ملناش حيلة معاه. وعلاء حبعت رجالتي يدوروا عليه في كل النجوع والموالد لحد ما يلاقوه ويرجعوه. هعجله إن شاء الله. دور عليه ورجع، بس سيب عقله زي ما هو، يمكن لو فضل طيب يعيش. ما هو بلال ما كانش في أطيب منه. خلاص هما دلوك عند رب كريم، هو اللي هيحاسب كل واحد على اللي يعرفه. المهم يرجع لحضنك. بعدين انت ناسيه ست البنات، الدكتوره انس. ست البنات، ست البنات راميها في المخزن كيف البهايم. ست البنات امها لما تحب تشوفها رجالتك يطردوها. ست البنات الدكتورة يتعمل فيها كده ليه يعني؟ طب عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ تطلع انس من المخزن وتطبطب عليها. أيوة يا قاسم. اسمعني زين يا قاسم، بكرة إن شاء الله حيجي موظف من الشهر العقاري عشان نتنازل عن الأرض. المطلوب منك تعرف مين الموظف ده. بعد ما تعرف مين الموظف ده تتفق معاه يمضيني على أوراق، وبعد كده يرمي الدفتر كله في النيل كأنه ما جاش من أصله. يا ما قلت لك ما صدقتنيش. الفجر القدر الوطية. عاوزة تضحكي على شيبتي يا بنت الكلب؟ انت موتك حلال ومستنيه، ما هي قدامك اهي. مقتلوها هنا في البيت؟ في البيت في غيره. خلصنا هنخلصه. يعني ايه يا جاسم؟ انا قاعد من الصبح قدام الشهر العقاري ومعايا موظف معرف على المعاش، بس العربية عبد الجبار جت ولا حاجة. غريبة. خليك مكانك، لو احتاجتك هكلمك. ست نادر، الكبير بيقول لك تعالي عشان تفطري معاه.
قولي له جاي. حاضر.